أنا اسمي عمرو مصطفى عبد الله البنجاوي، 26 سنة، أصلا في دمياط الجديدة، أنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من فترة، وإحنا كونا مجموعة يتزعمها باسم الجزاوي، كلف محمد عبد المطلب بصنع عبوات متفجرة، وأقوم أنا وأحمد عبد الغني وعبد الله البنجاوي بتوزيعها على الأماكن الشرطية والأماكن المهمة. وقمنا بخمس عمليات في المدينة الجديدة وثلاثة في دمياط. أحمد محمد سعد محمد عبد الغني، 22 سنة، من دمياط الجديدة، انتمي لجماعة الإخوان المسلمين من 7 سنوات ومارس نشاطها. كونا مجموعة يتزعمها باسم الجزاوي، كلف محمد عبد المطلب ومحمد سلاطين بعمل عبوات متفجرة، وكلفني أنا وعمر الدنجاوي وعبد الله الدنجاوي إن إحنا نحط هذه المتفجرات في جنب المؤسسات الحيوية والمؤسسات الشرطية وأقسام الشرطة، لإقناع المواطن بعدم قدرة الشرطة على فرض الأمن. المجموعة دي قامت بخمس عمليات دبلوماسية جديدة وثلاث عمليات دبلوماسية.